اليوم كان من المفترض يكون مقطعنا خطير جدا واسطوري، لكن في شغله واحده خربته، فخلينا نكمل على اساس انه ما خرب. اللي راح يصير اني راح ادخل ماب الباتل رويال اللي موجود بالكرياتيف مع الجوال. شو يعني ادخل مع الجوال؟ يعني اقدر اعدل على كل شيء، اقدر احذف واسوي اي شيء بالماب. نسيت اقول لكم، يلا نبدا مقطعنا وليتس جو. هسه انا صرت محتار اشغل الانترو القديمه ولا الجديده، فبدي بالتعليقات تكتبوا لي اي انترو استخدم، يعني استخدمت النص الاولى ونص الثاني، فاكتبوا لي بالتعليقات الانترو القديمه او الانترو الجديده. قبل بدايه مقطعنا الاسطوري لا تنسى اللايك، 5000 لايك نقدر عليها، والله نقدر عليها ايزي. غير هيك اشتركوا في القناه، ظهر لي 4000 ونوصل 900000 مشترك. يا ساتر 900000 مشترك، والله رقم اسطوري. لا تنسى لايكك، مع السلامه. مع السلامه. ليتس جو. فالان راح احاول اسوي زيه، شوف شو عمل هو. اعطيك نبذه على اللي عمله. يعني تخيل روح على كره الزيرو بوينت ومعاه جوال بيقدر انه ينسخها. فهذا الجلتش بيخليك معك جوال داخل الجيم العادي، فبتقدر تعمل بالجيم العادي اللي بدك اياه. اخذ الكره وطلعها برا المي. هل بقدر احطها هون؟ يا سلام، نقل مكانها، هاي اول شغله. فانا قررت اعمل نفس الشيء بس بطريقتي. هو بيحكي لك انك تفوت على الماب تاعك اللي هو ماب الباتل رويال، وعند المكان الريسبون تعمل هاي الحركة. أول إشي بتشيل البوتات، أوكي. ثاني إشي بتعمل ريفت، أوكي موافق. الحركة اللي بعديها تروح عند جزيرتي، بتختار أو نبدا عفوا تختار الأجهزة، تمسك السماعة، تعمل وضع الآن، وبتحاول تطلع السماعة برا الحد. طبعا كيف بتطلعها؟ بتكبس على V حتى يصير عند كلمة V، شايف محاذاة الشبكة. شو ما يكون عندك محاذاة الشبكة بتعملها واحد، عملتها واحد. لما تعملها واحد تقدر انك تطلعها برا، شوف كيف طلعنا طرف السماعة برا، تحطها، شايفين كيف نصها برا. الان بتكبس تاب او كبسة المستودع اللي عندك، شو كنت حاطه عادي، عند جزيرتي، عند متصفح القناة، عند كل اجهزة، وعند السماعة. انا حاط صرت 4 سماعات مسويهم قبل ما اصور. فالان منطق على السماعة اللي حطيتها، نعتبر هي اخر واحدة حطيتها، انتقل. لما تنتقل بطلعك برا، ليش؟ لانه الجهاز برا. تم الجلتش، بس في مشكلة اللي صارت معي قبل ما اصور، قعدت ساعه احاول احلها ما حليتها، انه ما برسبني بالجوال. لو رسبني بالجوال انا بجزت الريسبون، جزت الريسبون هون شايفينها، هيني بدي امشي كل هالمسافه هاي، بمشيها بالجوال بسرعه وانا طاير. ثانيا لو رحت سباحه الفاضي ما راح اقدر انسخ ولا اسوي شيء، ليش؟ لانه ما معي الجوال. فرحت بحثت شرق وغرب يمين يسار، اكتشفت انه فورتنايت سكروا الجلتش رسميا، ما بتقدر تسوي هاي الحركة. للأسف كنت بتمني أنا أوريكم الأشياء اللي أنا حابة أعملها، بس ما بقدر أعملها، فورتنايت قفلوا جلتش على وقت اللي بدي أصور فيه المقطع. فنحضر مقطع ونشوف شو الأشياء اللي عملها. انتقل إله بالتليبورت، أعطوه جوال، أنا ما أعطوني جوال، هذا الإشي اللي خرب عندي. فراح على الجزيرة بسرعة، نشوف الأشياء اللي راح أسويها. أحكي لك نقدر ننسخ ونحذف أي إشي بالخريطة. يا ربي لو أعطوني جوال، بالي كان أشياء كثير. بدي ادخل داخل خزنة الفاونديشن، ول انتوا متخيلين هذا المكان مسكر من اول ما عملوا هذا المكان تاع التمثال، ما احد بيعرف شو في داخل الباب. ونشوف شو في بداخله، هل ممكن تنجح؟ انا اتوقع ما يدخلوه، لانه اكيد اللعبه مو حاطين شيء جوا، بس عباره عن هيكل، بس ما اتوقع يدخلوه. بس الباب بيقدر يحذفه، شيء غريب. يلا يا ولد، اوه جسم الفاونديشن بدي يحذفه. لا لا تحذفه، انا لو محله بنسخه وبحطه فوق التمثال. بس يا ولد حذفه، والله كنت اتمنى انا امسكه واحطه فوق التمثال اشوف بلزق فوق ولا لا. نشوف الباب، تتوقع يشيل الباب؟ لا ما اتوقع يشيله، شايف ما اعطوه علامه انه يحذف، علامه الزرقاء، فاتوقع ما راح يقدر يحذفه. بس هو بيحكي لك ممكن نحذفه. طار اوكي، ممكن يفوت جوا طيران. اوه دخل طيران، ما قدر يحذف الباب. بس زي ما توقعت المكان فاضي ما في اشي، ول ذبحوه على طول. اوكي منيح ما فتت، يعني اللي بفوت بيموت على طول، لانه فورتنايت عامل نظام زي هيك كرة الزيرو بونت. بقول لك بالجلتش هذا نقدر نقرب على كرة الزيرو بونت وراح ينسخها. هذا الشيء شفته انه نسخ كرة الزيرو بونت، وهذا الشيء فجر مخي، كان نفسي اسوي تجارب على الكرة. حلو هي نسخها، هذا شفناه صح بداية المقطع، يب. بس طب سوي شيء ثاني فيها، حطها بتمثال فاونديشن، ازرعها بمكان ثاني، كبرها صغرها، لانه بالجوال تقدر تكبر الاشياء. اوه بده يبحث عن جهاز او سلاح الزبترون، اتوقع اسمه كان بالموسم الاول الشابتر الاول، سلاح الكهرباء مش موجود بالكريتيف، لا 3 ولا 2 ولا 1 مش موجود السلاح. يب اوكي
اوه ليش كنت تسويه؟ كبر كرة الزيرو بونت. عمل قمر، عمل قمر في الماب، قمر جوا الارض. والله كفو الحركة اللي ببالي عملها. والله بفكر نقولها اغرقها بالمي، اوديها عند المنذر السكن السري، هل ممكن تسرقها يعني؟ هذا ما كان شو بحكي لك خزنة كولومبو. دخل زي ما توقعت، بس ليش بسميها خزنة كولومبو؟ هي مختفية تحت الارض. اوكي بقول لك نروح نحاول ندمر الكرة ونفجرها بس باستخدام السيف اللي قدامكم. طيب شو تمنيت اسوي التجارب بيدي هاي، عندي اشياء كثير مخي. بدي ودي كرة الزيرو بونت عند مكان الوحش كاتوس اللي هو حاليا العظام تعونه الموجودة، بس تخيل بس عظام تعونه الموجودة. قدنا بعد من عقله يعني، كان يحاول يهيل او يعالج، يعمل له ريفايف للكاتوس يعني على اساس كرة الزيرو بونت تتطاقل فيها يمتص الوحش كاتوس ويرجع يعيش. يا سلام. الحلو انه لما تسوي الجليتش ومعاك الجوال تقدر تختار اي سلاح يرسب معاك في الجيم، اي سلاح قديم جديد محذوف اي اشي لبالك، فاستخدم السلاح اللي خليك تتحول. فالان تتحول لاي اشي في الماب، لو محله تحول لتمثال فاونديشن نفسي اجربها. تحول لزيرو بونت. والله ما توقعت تتحول، تحول لزيرو بونت. تخيلوا تحول لكرة الزيرو بونت، يعني هو صار الطاقة تحت اللعبة. والله ابدا ما تخيلت هذا الاشي يصير. بحاول يتحول للكاتوس الوحش، يتحول لعظام بس ما بيصير. يقول لك عظام كولومبو بهذا المكان، وهذا اللي نعرفه، عظم كولومبو بهذا المكان نحدد، هذا هو كولومبو ميت الله يرحم. بيحاول يتحول لكولومبو او ينسخه او يحذفه. معقول يسويها؟ ما بيقدر، لا بيقدر ينسخه ولا يتحول ولا اشي. شجرة الواقع، والله ذبلان الشجرة. ما بيقدر يتحول اتوقع، ولا بيقدر انه يحذفها. اوكي هذا مسجل محذوف. راح على الكاتوس يحاول يدمره. ما اتوقع انه هذا عبارة عن مبنى ما بتعدل ولا بتكسر الا اذا عملها يعني زي ما دخل حاله بكرة الزيرو بونت. معقول يعملها؟ معقول؟ اتوقع لا، اتوقع لا، اتوقع لا. لا ارتحت ليش؟ نظريتي صح، مو نظريتي يعني، اي شيء ما يتكسر باللعبة بالاكس ما راح يتكسر المسجل يعني معروفة. راحت منطاد. بدي دمره عادي، ممكن يدمر المنطاد، بيقدر يدمره صح؟ فهمت، بيقدر انه يعني يحذف الاشياء اللي جوات، بس الهيكل الخارجي ما بيقدر يلعب فيه، ما بيقدر يحذفه. شايفين؟ ما يو كانت، ما بيقدر يدمر الهيكل الخارجي. احكي لك عن كولومبو، طب شو؟ نسخة كولومبو الكروم، نسخة كولومبو الكروم، هذا مش معدل و100% صح، يعني كم واحد عمل الجلتش تاع كولومبو؟ كيف جايبينه؟ حتى الدليل انه مش معدل، ها شايفين؟ طار بالهاي الموجودة يعني، ومكان المنذرة، فمش إدت أبدا. فالإشي اللي صار غريب، أنا لحد الآن بحاول أفهم كيف جابوا كولومبو. الحل المنطقي الواحد اللي قلت لكم إياه عن طريق تعديل الملفات، ناس معدلين على ملفات اللعبة. طيب خلينا نشوف كم مقطع عن كولومبو منتشر. هون سكن ثاني شايفين؟ ومع كولومبو، سكن ثاني مع كولومبو حقيقة. أوكي هذا السكن الأول مع كولومبو ومش إدت حقيقي. السكن نفسه أنا أتوقع نفس الشخص بس بصور بمكان ثاني شايفين؟ راح أحوله لكروم. يب حول الكروم كمان حقيقي بس تعديل الملفات. وهذا مقطع كمان بس بسكن سبايدر مان، يعني اكثر من شخص عملها. وشو اللي بثبت انه المقطع مش قديم؟ ايام ما كان كولومبو عايش مع ماده الكروم، هذا اكبر اثبات يعني. هاي كمان اثبات انه المقطع جديد بس كولومبو موجود والكروم موجود وحول الكروم، وانا راسي دين فجر اليوم من الاشياء اللي شفتها. فبس يا شباب هيكون وصلنا لنهايه مقطعنا، ونعتبر التجارب شفناها اليوم تجاربي، لانه في اشياء كان كثير اسويها بس للاسف الجلتش مقفل، فاعتبروني انا عملتهم. اوكي كيف انا انسخ كره الزيرو بونت؟ كيف انا اكبرها؟ كيف تمثال الفاونديشن لما دخلت الخزنه صح؟ والله ما انا كفو، اكتبوا لي بالتعليقات كفو شجعوني. بس بنهايه مقطعنا اذا حاب تشوف زد اي تي وصل 900,000 باقي له 4,000، لا تبخل علينا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس، يعني هذا المقطع خلينا نحاول نوصله ل 6,000 لايك. مع السلامه.